خلينا برضو نسأل والده كابتن محمد النني، كابتن ناصر النني، لانه كابتن ناصر النني برضو خلي بال حضراتكم غير ان هو والده ايضا راجل فني طول عمره، فيقول لنا رايه في هذا الموضوع. يا كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، عامل ايه؟ وحشنا جدا. وانت وحشني جامد جدا يا كابتن والله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كابتن احمد ابو مسلم والكابتن رضا شحاته بيسلموا عليك. سلم لي على كابتن رضا كتير. ومين اللي معاه تاني؟ احمد ابو مسلم. كابتن احمد لعيب، كان لعيب جامد. لك لفت. ربنا يخليك يا حضرتك. يعني كابتن ناصر الفتره اللي فاتت في اخر او منذ بدايه البطوله الافريقيه ويمكن قبلها بشويه كمان، هناك بعض الانتقادات اللي بتوجه لمحمد النني بشكل كبير. انا مش هقدر اقول لك ابعد نفسك ان انت والده وكلمني كراجل فني، ولكن يعني انا عايز اسالك رايك انت الاول الفني في وجود محمد النني في منتخب مصر ودوره اللي بيعمله في منتخب مصر، وبعد كده بتبقى عامل ازاي وبيبقى احساسك ازاي بقى وانت بتسمع هذا الموضوع؟ كابتن حسام، يعني محمد النني فخر مصر الاول طبعا، فخر مصر. راجل شقه من صغره، لعب في النادي الاهلي وعنده 5 سنين ونص، لعب جميع اعمار المنتخبات، جميع اعمار المنتخبات لعبها. نعم. وصل من نادي المقاولين نعم لنادي بازل للارسنال. نعم. الحاجه الثانيه اللي محمد النني لعيب في وسط الملعب مش فروت. يعني احنا مش هنتكلم على حد. محمد صلاح اول ماتش الملعب سيء، الملعب سيء جدا. محمد صلاح واللي هو اللي احنا كلنا معتمدين على الامل بعد ربنا على محمد صلاح. نعم. ما كانش موفق الماتش. هل محمد صلاح هنقول عليه بقى خلاص ده لعيب وحش ويقعد؟ ماشي. محمد النني بينفذ كلام المدير الفني بتاع المنتخب. يعني بينفذه. حتى الراجل النهارده قال لك محمد النني اللعيب الاساسي اللي عندي، اللي هو ما اقدرش استغنى عنه في نص الملعب. نعم. الحاجه الثانيه، المنتخب النهارده بيلعب النهارده ان هو ما ياخدش فيه جون، الراجل يشكر، عارف امكانيات لعيبتنا كويس. عايز يخش منها جون بدري، الفرقه ما تعرفش تعوض. هو بيلعب على حاجه كويسه ان هو بيدافع الاول وبعد كده بيهاجم. نعم. وعلى كابتن اسامه انت لعيب كوره وعارف. نعم. محمد النني يعتبر هو شايل المنتخب الايام دي. معلش. نعم. الماتش الاولاني بالاحصائيات احسن لعيب في الملعب. نعم. الماتش الثاني بالاحصائيات احسن لعيب في الملعب. الناس اللي بتنقد، مش عايز اقول كلمه عيب، يعني اللعيب بيلعب في الارسنال ده او لعيب زي رمضان صبحي، زي تريزيجيه، زي كوكا، زي انا عندي لعيب محترف. نعم. عندنا كام لعيب محترف يا كابتن؟ يعني معروفين يتعدوا على الايد، يعني مش 10 11 بكتير. المحمدي ده لعب احسن لعيب لعب في الدوري الانجليزي. نعم. فين المحمدي؟ معلش. طب من وجهة نظر، معلش يا كابتن ناصر، لان مهم جدا، من وجهة نظر حضرتك لماذا يتعرض النني لهذا، لمحمد النني يعني، لهذا الهجوم اللي حضرتك شايفه غير مبرر؟ وانا مش شايف محمد ماشي بخطه كويسه جدا. يعني لا بس خلينا يعني طب خلينا نتكلم فنيا شويه. كابتن محمد النني في المباراتين دول تحديدا، على الرغم من ان انا يعني ما اعرفش حضرتك كنت متابع الحلقه ولا من الاول، من الاحصائيات انا ومن وجهه نظري ان هو من بيعمل اللي بيؤدي الدور اللي عليه، ولكن تحس ان محمد اقل شويه من الفتره اللي فاتت. معايا الاول في الموضوع ده ولا لا؟ لا مش معاك يا كابتن اسلام. قول لي رايك اتفضل. يعني يا كابتن اسلام، انا يعني ابوه محمد اول حاجه بعد كل ماتش بيتكلم معايا. طبعا طبعا. معلش والله يا كابتن اسلام، ابوه قال الملعب سيء يا بابا، الملعب سيء. نعم. الملعب سيء فعلا. يعني كره عبد الله السعيد اللي جابها جون، الارض عفرت. صح. صح. معلش. صح. يعني الراجل لعيب كوره وعارف انا بتكلم في ايه. نعم. تريزيجيه بياخد الكوره يا عيني، يعني لو هو الملعب كويس تريزيجيه يرقص الفرقه ويجيب جول. نعم. النهارده محمد صلاح مش دي سرعاته. دي السرعه بتاعته اللي بيزوق الكوره ويفوت من اي حد. نعم. كابتن محمد حط واحده اول ماتش، لو جه جول كانش حد يتكلم.
ايوه صح، اللي بطن رجله. بس خلي بالك دي الكره دي تحديدا لو الملعب فيها كويس كانت راحت في الجول. على كابتن اسلام الكره على سنه يا كابتن اسلام، عليت سنه على الارض سنه مظبوط، علت سنه من على الارض. محمد أيوة. صلاح جات له واحده اللي هو رقص الاثنين فيها دي بيشوط بيمينه الارض مش مساعداه. رمضان صبحي عدى بكورتين ثلاثه طلع بهم الاهلي. هو انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله في ايه يا كابتن ناصر؟ ان قبل البطوله بكام يوم كده طلع حد وانتقد اداء النني، فالناس بقى ايه ركز. لما ركزت ولما بتلاقي بقى. مثلا النني ما هو ممكن، ما هو كلنا كلاعيبه ويعني انا معايا اتنين نجوم كبار. نعم يا فندم بقول لك صح انت كلامك صح. فايه فاللي حصل ان الناس كلها ركزت، طب ما هو النني كلنا بنغلط، ما هو يعني ما فيش حد بيلعب، فيش حد بيفضل طوال المباراه بيلعب صح او بشكل جيد. هل الانتقاد الاول من الاول خالص هو اللي وصل الناس لكده، ولا حضرتك شايف ايه؟ يا كابتن اسلام اخر ماتش لمحمد في الارسنال جمهور الارسنال كله بيسقف له وهو ماشي. ما هو كابتن خلي بال حضرتك الناس دلوقتي همها منتخب مصر طبعا، يعني انني رافع راسنا جميعا وكلنا مبسوطين بوجوده وبنتفرج. طيب محمد بيأدي. اقول لك انت تقدر تنقد المنتخب في ايه دلوقتي؟ نعم انت كمدرب كابتن اسلام نعم. حط نفسك مكان الكبر وحط نفسك دلوقتي الراجل ماشي بخطوه عامله ازاي؟ ما وصلتش بقالك اربع سنين افريقيه. الحاجه الثانيه النهارده كنت بتطلع من تصفيات كاس العالم من اول ماتش. نعم. النهارده كسبان غانا. معلش غانا كسبت من غانا 6-0. معلش. خلي بال حضرتك يا كابتن ناصر، حضرتك بتتكلم كلام منطقي جدا وكلام كويس جدا، ولكن الناس نعم يا فندم. انت النهارده الكره اللي في مصر النهارده بقى جمهور مالها يا فندم؟ مش سامعك معلش. لا جمهور يا كابتن مالهاش جمهور. لا مفيش جمهور الايام ديت. لا مفيش جمهور، مفيش جمهور. لا معلش النهارده ايام 2006 و2010 الجمهور هو اللي بيكسب المنتخب. نعم معلش. لا المنتخب طبعا، المنتخب والجمهور طبعا دايما بيبقى هو ليه الدور وليه كل حاجه. طيب انا عايز حضرتك برضو اتفضل. الجمهور ده رقم واحد في مصر. نعم الجمهور لازم يحس بالمنتخب. المنتخب بيكسب خطه كويسه لو وصل الدور، لو باذن الله باذن الله كسبنا غانا الناس كلها تتحف حول المنتخب، الناس تدعي المنتخب تدعي اللعيبه، الناس كلها النقاد والناس كلها لازم نبقى مساندين اللعيبه كويس يا كابتن اسلام. طيب انا عايزك توجه رساله برضو لمن ينتقد محمد النني وكوالد وكراجل فني، يعني ياما عاصرت اجيال كثيره جدا في الفنيه. كابتن اسلام محمد الحمد لله ربنا يكرمه باذن الله. نعم. ان هو النهارده محمد يعني اي مدرب منتخب مسك المنتخب محمد ما قعدش. نعم. على جه مدير فني منتخب كابتن شاور مسك، الكابتن حسن شحاته كان مختاره هو في منتخب الناشئين لسه. معلش ما تجيش النهارده. طب انا بس عايز اسال برضه حضرتك سؤال يا كابتن ناصر، لماذا هذه الانتقادات واشمعنى النني؟ يعني هل تفتكر ان الناس بتنفسن مثلا عن النني، ولا يعني ولا حضرتك شايف ايه؟ مش كابتن ناصر مش عايز اقول كلمه يعني عيب يعني عيب. لا لا ما ينفعش تقول طبعا، لكن انا اقصد اقول لحضرتك انا عايز اوصل مثمره تحدي البطوله. الايه يا فندم؟ الشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة تحدي البطولة. ايوه هو بس كان في نقطة كابتن اسلام. كابتن احمد ابو مسلم برضو عايز يقول لحضرتك حاجة. مساء الخير يا كابتن ناصر. انا بس النقطة اللي كان بيتكلم فيها اشمعنى محمد النني بالظبط، عايزين نتكلم لمحمد النني اكتر لعيب في نص الملعب بيستلم ويسلم، هي دي وظيفته. راجل مش مطلوب منه ان هو يقدر يجيب هدف ولا يقدر يصنع، يعني لو صنع هدف يبقى دي حاجة ليه هو. تاني حاجة اللي بنتكلم في النقطة اشمعنى محمد النني بيتهاجم، عشان اسم كبير بيلعب في نادي الارسنال. نعم. فجماهير مصر كلها مستنيه محمد النني. بس انا اقصد حد معين الحقيقه، انا ما بحبش اقول اسماء، يعني انا ما بحبش اقول اسماء، لكن انا بقصد حد معين يا كابتن ناصر. ويعني انا يمكن قلتها في 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 مكان تاني، لكن يعني انا عايزك توجه برضو رساله للناس دي. اقول لهم محمد النني فخر مصر. بس محمد النني فخر مصر طبعا، مشرف مصر كلها. نعم. بيلعب احسن انديه العالم. انسل فينجر النهارده يعني راجل يعني كل ماتش بيتكلم على محمد كويس. الناس كتير وما بيحللوا الماتشات وبنتفرج على البلو سبورت والحاجات ديت. كل الناس بيتكلموا محمد كويس. نعم. النهارده
محمد النني يعني لازم الناس تسانده بقوه. لازم تسانده بقوه قوي لانه بيلعب في نادي كبير. تمام. نادي زي برشلونه، نادي زي ريال مدريد. النهارده يعني اقدم انديه العالم نادي الارسنال. طبعا. لعب فيه عظماء الكوره. عظماء الكوره كابتن. النهارده كابتن اسلام اللي بيلعب في الاهلي يتعمل له فرح. امال اللي بيلعب في الارسنال يتعمل له ايه؟ النهارده النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي ما حد بيروح فيهم لعيب بيلعب هناك الناس بتبقى ابوه يعمل له فرح في الشارع. نعم. انا لعيب كوره كابتن بحاسس محمد قوي. ومحمد ولا دماغه اي انتقاد. لسه كنت هسالك يا كابتن ناصر، حالته النفسيه جيده؟ اكيد بيوصله. اكيد بيوصله. نعم. بعد الماتش يكلمنا انا اللي نعم. عارف بتكلمه ازاي في الكوره. طبعا. طبعا. محمد الحمد لله في الماتش اللي فات قاطع مغطي ورا عبد الشافي. مغطي ورا ما انا لسه قايل الاحصائيه الحقيقه من شويه ان هو افضل ممرر خد كور تحت ضغط. بشكر الكابتن بركات. نعم. محمد بركات. الكابتن زكريا ناصر، الناس كلها اللي بتتكلم في محمد كويس بشكرهم على الهوا. نعم. ناس محترمه. طبعا. بشكر الناس اللي معاك كابتن مسلم و كابتن رضا. كابتن رضا شحاته طبعا حبيبي طبعا. انا هعلق لسه، انا هعلق بس. هنعلق اكيد. كابتن اسلام الشاطر. الله يخليك يا كابتن. جميل العمر. طبعا. جميل العمر. نعم. يعني ربنا يكرمك كابتن اسلام. الله يخليك يا فندم. وانت محترم يا كابتن طول عمرك. واللعيبه اللي جت مصر. لعبت اليمين ديت. اشكرك يا كابتن ناصر على وجودك معانا، ويعني طبعا نتمنى كل التوفيق للنني ولمنتخبنا. يعني اهم حاجه احنا في الاخر يهمنا اسم مصر ومنتخبنا القومي، وبالتالي انا لا اجد مبررا لهذا الهجوم. يمكن الناس محتاجه تعرف شويه يا كابتن رضا. هبدا بالكابتن رضا. يعني الناس محتاجه تعرف بس شويه ان دور لاعب خط الوسط هو زي ما كابتن ابو مسلم قال، بيقطع ويسلم. بالظبط. لا طبعا في حاجه، في ادوار اخرى اذا طلب منه، لكن الاساسي زي الباك رايت او الباك ليفت. اسمه ايه؟ باك رايت. اسمه باك رايت، يعني لازم يدافع الاول وبعد كده يهاجم. بعد كده يهاجم. فنفس الكلام بالنسبه للاعب خط الوسط، اذا طلب منه بقى ان هو حاجات زياده يطور نفسه، لازم يطور فيها نفسه. بالظبط. اتفضل يا كابتن.